كذلك الحد الأدنى حتى يكتب من أهل الصدقة، يعني كان يكثر من الصدقة، يعني كلما صار عنده مال بادر إلى الصدقة، قلت صدقة أو كثرت. وقد جاء في الحديث يعني سبق درهم 100,000 درهم، يعني ليست العبرة بكثرة الصدقة يعني كثرة المال يتصدق به، وإنما كلما تهيأ له أن يتصدق تصدق وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك.